اسم ديالي عبد الحق زروالي من عين دريج. جينا هنا للمعرض باش نشاركوا مع الناس ديالو اننا عندنا المنتوجات الطبيعية، المنتوجات الصناعة التقليدية، عندنا المسائل اللي كاينة حتى كتشوفها كل شيء موجود. المهرجان زين الحمد لله، كل شيء مزيان، كل شيء موفر، كل شيء مزيان، كل شيء كاين مزيان. هذا الشيء اللي كنطلبوا راه كل شيء مزيان الحمد لله. في الساعة وشي بركة، شي بركة، كاين شي بركة، كيجيو من كل منطقة، الصور كيجيو من كل منطقة، كل شيء زين الحمد لله، كل شيء. أنا عضو في المجلس الجامعة ديال سيدي بوصبر، وجينا نتقدموا هاد الاخر ديال البلاد، الكرموز ديال البلاد. مزيان تبارك الله، الله يسهل عليهم، الله يعاونهم، كلشي مزيان، ونطلبوا الله التوفيق. جاتك الجوده ديال المنتوج؟ لا زينه تبارك الله، زينه تبارك الله، زينه تبارك الله. ضروري انا شنو تقول له؟ مرحبا به، مرحبا به، كلشي موجود، مرحبا به. امين. جمعيه عين زيوان كنمارسو الصناعة التقليدية بمدينة زومي، إقليم وزان. اليوم تشرفنا بمعرض ديال الونانة، هادشي اللي كاين هاد الساعة. كيفاش كيجيكم هاد المهرجان، المبادرة ديال الجامعة؟ اه زوين، أول مشاركة اللي فيه، فهمتي؟ كاين شي رواج ولا مازال الناس ما خرجاتش؟ مازال الناس ما خرجاتش، اليوم الجمعة كيخرجوا حتى العشية. دابا لا كاين شي حاجة من 7:30، من 9 الفوق، ولا لا كاين شي حاجة هم ضروري، حيت كيبينوا لنا المنتوج ديالنا من قنت لقنت. هاد الويكاند كانت في مخريصات، عاوتاني اليوم فنانة، وغدا يعلم الله شنو يكون. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.